نقدر نقول ان النهارده نقطه كويسه للنادي الاهلي؟ لا انا يعني انا عامه ما بحبش اعلق على التحكيم خالص، بس مش انا ماشي بس انا هعلق. لا انا هعلق يعني ايه بلاش. لا 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 لازم اعلق بصراحه في 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 حاجات. لا مش هعلق على الحالات، انا مش هعلق على الحالات. بتقول وجهه نظرك. لا لا مش هعلق على الحالات خالص، انا مش هعلق على الحالات خالص. ماشي انا هعلق على الطريقه اللي بيدور بيها التحكيم بالذات كابتن ابراهيم نور الدين. تضييع الوقت، انا شايف ان هو بيضيع وقت اكتر من اللعيبه يعني. يعني الوقت اللي اداله 8 دقايق ده هو مضيع منه حوالي 7 دقايق وحاجات فيها شويه استفزاز وفيها شويه حاسس فيها شويه تمثيل كده اللي هو في كاميرا طول الوقت عندك. فلا فانا ما بحبش اعلق الحاجات دي خالص، بس في حاجات بتستفزك حاجه يعني ليه استفزك كلاعب انا قاعد بره استفزيت بصراحه يعني. تضييع وقت، ضيع وقت كتير جدا طول الوقت يعني. اللقطه راحها الكابتن طلعت ما راحش حاجه، راح سلم ومشي يعني. مش هو ده يعني في لقطه غريبة.